تولي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عناية خاصة للإشراف على بناء المساجد، حيث بلغ عدد المساجد التي فتحت في وجه المصلين خلال العام 2017 24 مسجداً. ومسجد للا سلمى بمدينة فاس العتيقة واحد من هذه المساجد التي انطلق إشعاعها الروحي هذا العام، حيث بني على مساحة 15,858 متر مربع بتكلفة إجمالية قدرها 25 مليون درهم، وقد أبدعت فيه الكفاءات الهندسية المغربية من حيث الجودة في البناء وتحقيق الشروط الوظيفية لأماكن العبادة. وعلى الطراز المعماري المرتبط بأصالة المكان بني مسجد سيدي طلحة بمدينة تطوان على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 5300 متر مربع، خصص نصفها لمرافق العبادة والنصف الآخر لمركب تجاري داعم مع مرآب تحت أرضي. ومن مدينة تطوان إلى مدينة الناظور وتحديداً إلى حي المطار، حيث يبرز المسجد الكبير بصومعته المربعة الشكل التي تعكس الطابع المغربي الأصيل، وفساحته التي تتسع لحوالي 3,800 مصلي و 640 مصلية، مع باقي المرافق الوظيفية من مرافق للوضوء ومقصورة وسكن الإمام والمؤذن، وذلك بتكلفة مادية تقدر بحوالي 38 مليون درهم. وداخل المسجد يبدو الجمال متناغماً مع روح المكان. مسجد طيبة بمدينة سلا الجديدة من بيوت الله التي فتحت أبوابها في وجه المصلين هذا العام، وإلى الدلالة الروحية لاسم المسجد تنضاف الدلالات الحضارية لفن العمارة المغربية، صومعة شامخة بهندسة رصينة وأبواب بأقواس ونقوش تحمل بصمة الحرفيين على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 5,113 متر مربع، تضم قاعات الصلاة والوضوء والسكن الوظيفي ومدرسة قرآنية وصحن خارجي يضيف بعداً آخر لجمالية المكان. وفي إطار تهيئة تجزئة سكنية يأتي بناء مسجد تجزئة أيتمزال بالخميسات، على اعتبار أن المسجد هو المرفق الأساس لكل باحث عن سكن يلبي حاجته النفسية والروحية على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 1559 متر مربع. شيد هذا المسجد وبهندسته المتقنة تميز، في صحنه الخارجي تستقبلك نافورته البديعة وكأنها تخبرك عما ينتظرك بالداخل من مواقع الجمال. وبمدخل مدينة الراشدية يطالعك مسجد الأخوة على مساحة فسيحة وهندسة متقنة على مستوى المعمار وعلى مستوى التفكير في المرافقات الوظيفية، قاعات للصلاة وكتاب قرآني ومكتبة ومصلى وفضاء للجنائز ومركب تجاري ومرآب ومرافق صحية وصحن فسيح. وتشرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على بناء مساجد بالدول الإفريقية الصديقة، ومسجد أنجامنا بجمهورية تشاد واحد من هذه المساجد التي فتحت أبوابها في وجه المصلين هذا العام. مساجد بنيت بتمويل مباشر من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
أو بدعم مالي من المحسنين الذين يفكرون في استثمار لا ينضب. إنه الاستثمار في الأجر والثواب من خلال المساهمة في بناء بيوت الله عز وجل، فطوبى لهم.